السلام عليكم، أهلي فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معاكم عن سماعة أبل جديدة الإيربودز السكند جنريشن. مثل ما نشوف هنا موجود فيها النقطة الخضراء اللي هي الشحن الوايرلس تشارجينج كيس. أبل مع الإيربودز الجديد نزلوا نسختين، نسخة بدون الشحن الوايرلس ما راح تشوف النقطة الخضراء اللي هنا، راح تكون الشكل نفس الشكل القديم بدون نقطة خضراء. النقطة الخضراء راح تكون من الداخل مثل ما نشوفها، لان ما يحتاج تشوف اللمبه هنا يشحن ولا يشحن، انها تشحنها بس بالكيبل نفس هذه الجيل الاول. لكن النسخه الجديده بالوايرلس تشارجنج هذه فرق بينها وبين القديمه، الشيب الداخليه في الاقتران اسرع، برضه يقول لك في المكالمات صارت اطول بساعه تقريبا او ساعتين في المكالمات، يعني بالعربي ان الباتري صارت افضل، وبرضه الصوت يقولون افضل. فنفتحها ونجرب معاكم. طبعا نشوف الكيس، مثل ما نشوف هذا الكيس للنسخه الجديده وهذا الكيس للنسخه القديمه. من الأمام نفس الصورة ما غيروا فيها شيء، من الخلف مثل ما نشوف. طبعا النسخة الجديدة برضو بالكيبل راح تكون لك نفس الرسمة، انه تقول لك ركب الواير من تحت، نفس الكلام نفس كل شيء. طبعا النسخة الجديدة الحين الأبل ايربودز ما يسمونها الايربودز 2، لا مسمينها بس سكند جنريشن، يعتبر تحديث خفيف عن النسخة القديمة، ما فيها أي فرق كبير. يعني إذا كانت عندك النسخة القديمة ما انصحك انك تشتري الجديده. هذا الاشخاص اللي قالوا حتى في اليوتيوب في الريفيوز، الاشخاص اللي تكلموا عنها يقول لك ما انصحك تشتري الجديده كانت عندك القديمه. اذا كنت تبي الوايرلس تشارجنج الكيس هذا تقدر تشتري، ابل تبيع لك ب $70 تقريبا بس كيس، يعني تاخذ سماعتك القديمه تيجي لك كيس جديد يكون يدعم الشحن الوايرلس، تشيل سماعتك القديمه وتركبهم فيه وخلاص تكون عندك سماعه جديده. برضو الكيس تبيع ابل، فابل تبيع ثلاث انواع كذا. الجديده بالوايرلس تشارجنج قيمتها $200 من امريكا. طبعا في حساب في الانستغرام مثل ما نشوف هذا الحساب يوصل لكم جميع انحاء العالم، يبيع الجديده بالوايرلس تشارجنج، الجديده بالكيبل، الجديده بس كيس. اذا كان عندك قديمه تشيل السماعات وتركب الكيس بس. طبعا الشيء الحلو برضو في الجديده بالوايرلس تشارجنج والكيبل في حركه حلوه جديده، ان ابل تقدر تكتب عليها من ورا، يعني هنا تقدر تكتب اسمك او تكتب اي شيء ورا. طبعا بس في امريكا، برضو الحساب اللي في الانستغرام هذا يوفر لك تقدر تكتب اي شيء مجانا، تصير محفوره من نفس مصنع ابل، تقدر تكتب اسمك هنا او اي شيء بتكون نفس الكتابه هذه. مثل ما قلت لكم هذا الحساب في الانستغرام يوفر لكم. نجي ونفتحها الحين نشوف هذا الكيس، وبرضو هذا مكتوب عليه راح تشوفون الحين الكتابه كيف تكون. افتح معكم اول شيء الغلاف، هذا اللي ما عنده سكين الحين توهق افتحها كذا. طيب افتحها معكم، هذا اول ما تفتحها هذا الجديدة، افتحها كذا نشوف القديمة برضه نفس الحركة، هذه بتجيك القديمة كذا تفتحها مع العلبة ومع الستارت جايد والاشياء دي كلها، والسماعة بتكون عندك هنا، هنا الكيبل او الواير للشحن. هذا بالقديمة، نشوف الجديدة كيف يكون فيها، نفس الستارت جايد الاشياء اللي هنا، بعد تجيك الايربودز هذه نفسها نفس الحركة، ومن تحت يجي معاك الكيبل هذا هو بس. باكج نفس الباكج. لو نجي نفتح معاكم السماعة طلعها، حلو نرجع هذه هنا خلاص ما نحتاجها. نبدأ على السماعة. طبعا هذه السماعة، هذا الكيس من الخلف اللي نلاحظ الحين ان الزر حق الاقتران تقترن بالاندرويد لان تدعم الاندرويد، لكن ما راح تاخذ الميزات كلها. فلو انك تقترن في الايفون بس تفتحها وخلاص تقرا الاجهزه اللي قريبه يمك، لكن في الاندرويد لازم تضغط الزر هذا. برضو الفورمات، فالزر في النسخه القديمه كان تحت نازل، الزر في النسخه الجديده رفعوه شوي فوق. الهنج برضو اللي لورا مثل ما نشوف هنا، القديم كان لماع، الجديد لا طافي. من الامام مثل ما نشوف انا كتب عليه هنا، كتب عليه اليوزر حقي للانستغرام والتويتر وسناب شات اللي بيضيف لهذا اليوزر مثل ما نشوف. القديمه ما تقدر تكتب عليها، الجديده تقدر تكتب عليها. لكن الجديده مثل ما قلت لكم في ثلاث انواع، في بالوايرلس في بالكيبل وفي الكيس. الوايرلس والكيبل تقدر تكتب عليهم، الكيس الحالة بتشتري مثلا عندك سماعه قديمه تشتري بس الكيس عشان تخليه بالوايرلس تشارجنج ما تقدر تكتب عليه الكيس، لازم تشتري واحده من ديل عشان تقدر تكتب عليها. هذا اللمبه اللي قدام كانت مثل ما قلت لكم اول داخل، الحين لا خلوها برا، فلو تفتحها الحين من الداخل ما تشوف اللمبه. هذا الفرق. طبعا في نسخة الكيبل اللمبة راح تكون داخل. كيف تحدد لو انك تشوفها مثلا في السوق او شيء بدون كرتون؟ العلبة حقتها راح تشوفها من ورا انها مكتوبة. لكن اذا شفتها كذا وتبي تحدد ان ايربودز الاولى ولا الجيل الثاني تقلبها من ورا. اذا شفت هذا لما يعتبر النسخة القديمة والزر تحت. اذا شفته من ورا لا طافي والزر في الوسط هذه النسخة الجديدة. هذا التغييرات الخارجية بس. اما الوزن طبعا بما اني الوايرلس تشارجنج فاحس وزنها اثقل من القديمة شوي لان فيها الكويل والاشياء اللي الوايرلس تشارجنج، لكن اتوقع ان بالكيبل بيكون نفس الوزن لو انه بشتري النسخة اللي بالكيبل العادية. فحين نجربها معاكم ونشوف، نشوف الاقتران ونشوف الاشياء دي كلها. فنجيب معاكم جهاز نجرب الحين نقترن، نفتحها جات عندنا مثل ما نشوف اقتران
اخترنا خلاص، شفت كيف السرعة؟ خلاص اخترنا الحين. طبعا اللي بيغير الاسم، ما انه خلاص اوريدي صارت نفس الاسم، اللي بيغير الاسم بعدين يقدر يخش الاعدادات، يخش عام، حاول ينزل تحت يشوف الايربودز هنا. طبعا هذا النسخة الفيرموير عندي، الاصدار حق الفيرجن حق السماعة اللي هي 1A661. بقترن في النسخة القديمة، نفتحها، هذه النسخة القديمة. الحين هذه الثنتين، هذه اسمها ايربودز مثل ما اشوف فوق، وهذه القديمة اسمها احمد ايربودز. نضغط عليها نشوف الفيرموير عند حقها 631. طبعا التحديث والاشياء ذي كلها هذا اول اصدار 1.0.0. اما الجديدة لو نفتحها، اخترنا فيها الحين، ندخل حتى الفيرجن الهاردوير نفس الشيء، يعني ما غيروا فيها اي شيء، حتى الاسم ما غيروه، غريبه من ابل. لو انك تبي تغير الاسم حقها تخش البلوتوث، نشوف الحين الاقتران اللي عندي هنا احمدز ايربودز وبرضه احمدز ايربودز، هذول الثنتين هم نفس الاسم. تقدر تغير الاسم من هنا، لو انك مثلا مقترن فيها تضغط عليها وتغير الاسم حقها من هنا، تبي تسميها اي اسم كيفك. طيب خلينا نجرب الحين معاكم اقتران في الجهاز، خلينا نجيب جهاز ونحسب معاكم نشوف هل في تغيير ولا ما في تغيير في السرعة مثل ما تقول أبل. نبدأ معاكم الحين، من أول ما أفتح العلبة راح أبدأ أضغط ستارت. كم؟ أقل من ثانيتين، بس أنا تأخرت في الضغط. أوكي، هذه الجديدة طبعا، نشوف القديمة. خذت ثانيتين، الفرق بينهم ما يندكر. لكن اللي تكلمت عن أبل الحين، إذا كان عندك جهازين، نشوف الحين نفتحها. هذا الحين مشابكة هنا، طبعا هي لازم تنتقل في أجهزتي كلهم، ما يحتاج أقترن فيها هنا لأن بالآي كلاود تنتقل. فلو بفتح هنا راح نشوف هنا أوريدي انتقلت، فعندي السماعتين هنا. لكن كبداية خلي أغير اسمها كذا، خلاص سميتها هنا ايربودز سكند مثل ما أشوف، والأولى بدون أي اسم، راح تتغير عندي هنا بعد فترة بالآي كلاود. المهم لو بقترن فيها الحين في الجديدة، اضغط عليها بالآي كلاود على طول، شوف تغير الاسم عندي، متصل الحين، خلاص اتصلت على الجديدة. هذا القديمة وهذا الجديدة، برضو هنا هذا الجديدة، القديمة عندي تحت، مقترن بالجديدة الحين. طفي البلوتوث، نرجع نفتحها، نفتح السماعة، راح تطلع عندي الحين، طلعت عندي هنا، بقترن عندي في الجهاز القديم، اتصلت هنا، الحين هذه مشبوكة هنا. خلينا نجرب الحين نشغل المقطع، بما انها شابكة هنا، اضغط، طلع السماعة. طبعا ما تقدر تشتغل، لازم تحطها في اذنك، ف بسكر الحساس كذا، يعتبر اني شابك فيها يعني. السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد اليوم. نجرب نضغط عليها، الصوت عندي يطلع من هنا الحين. طيب لو بحول بوقف الحين، بشغلها بالايفون الجديد، فبحطها في اذني عشان نكمل الحركه. كم تستغرق من الوقت؟ طيب نضغط كذا، بضغط هنا، هذه هي موجوده، بشوف الوقت كم تستغرق. ضغطنا، نقول 3 ثواني الا انتقلت على طول. الحين تحولت على الجهاز الثاني، اقدر اشغل اي مقطع هنا، شغاله عندي الحين، بما انها مشبوكه في الايفون الجديد، ابي احولها في الايفون القديم كم ياخذ من وقت. حولت 5 ثواني او 6 ثواني الا. طيب نشوف تشتغل، اشتغلت، ابي احولها في الجهاز الثاني، نضغط، خمس ثواني برضو، يعني ما في فرق بالنسبة لي الحين بالانتقال بالسماعة بين أجهزتك في الجيل القديم والجيل الجديد. نرجع للتأكيد آخر مرة، نرجع نحولها للجهاز اللي بعده. سوري ما ضغطت من البداية، بس نشوف تحولت، يعتبر سهلة يعني وسريعة. لو بشيك القديم مرة ثانية لأنه طولت قبل شوي، نشوف نفتحها. أول حاجة نرجع السماعة، نسيت لبسها أنا، نرجع هذه نفتحها. طيب أوريدي هذه مشبوكة عندي هنا، نجرب في الجهاز الثاني ننقلها، مشبوكت، يعني تعتبر ما في فرق. قبل تقول لك حطوا الـ H1 الجديد الكونكشن أسرع، ما حسيت في أي فرق. السماعة القديمة إن تقدر تقول هي سيري وتشتغل عندك بالسماعة لما نشوف على طول، بما انها مشبوكه على الجوال الجديد فتطلع لك على طول هنا. لكن السماعه القديم برضو تقدر تسوي ذي الحركه، لازم تسوي دبل تاب، يعني هو السماعه اذا كانت في اذنك بس تلمسها مرتين وتشتغل عندك يسير. لكن في الجديده ما يحتاج ان يكون عندك الجوال قريب يمك، يعني بس تكلمها سيري من اذنك، مثلا تقول لها هي سيري وتشتغل عندك مثل ما نشوف، اشتغلت.
بالسماعه، ما يحتاج يكون لك الجوال قريب يمك او انك تسوي دبل تاب على السماعه، لا ما يحتاج، فقط بس تقول الكلمه وتشتغل عندك، او مرحبا سيدي على حسب اللغه حق الجهاز حقك. تقريبا هذه الفروقات الكبيره فيها. يقول لك عدلنا البطاريه شويه، انا بالنسبه لي قديمه لها سنتين بطارية حقتها ممتازة، ما اشتكيت منها، ما اشتكيت من اي شيء. لكن اللي حبيت في الجديد انه بالوايرلس تشارجنج الكيس، فما يحتاج اني اركب الكيس هذا، لاني كنت انا شاري هذا الكيس موجود عندي في القناه اللي يبي يشوفه، كنت مركب السماعه هذه فيه عشان بس ادعم الوايرلس تشارجنج، وبرضه اذا ركبتها فيه خلاص ما اقدر اشحن فيها بالوايرلس، اذا كنت بشحن بالكيبل لازم افصلها واشحن بالكيبل. لكن الجديده الحلو فيها خلاص شحن كيبل بالوايرلس بكيفك، فهذا الفرق، هذه الميزات اللي فيها. لو بنشيك نغاوة الصوت معاكم، خلينا نشوف، لان شبوكة هنا، لان ابل تقول لك ان في النسخة الجديدة وضحوا الصوت يقولون. طيب خلينا نجرب الجديدة في اذن اليمين، القديمة في اذن اليسار. نشوف البداية قوة الصوت. اوكي يبدأ. اوكي جربت الثنتين المفصولين ما حسيت بالفرق، لكن الحين يوم ركبت الثنتين في نفس الاذن، اليمين النسخة الجديدة واليسار النسخة القديمة، ونفس الموسيقى ونفس المقطع الفيديو، في فرق، الجديدة الصوت أفضل بالنسبة لي. لو تحطهم في تينم تشوف الاختلاف، لكن هل الاختلاف قوي عشان تنتقل من القديمة الجديدة؟ لا، لكن صراحة يوم ركبتهم في تينم في فرق. لا تقارن الواحدة بالحالها وبعدين تقارن الثانية، لا ركبوا في تينم واسمع في نفس الوقت، في فرق. السماعة الجديدة دي صوتهم أفضل وأصفى وأقوى برضو من السماعات القديمة. بس تقريبا هذا الفيديو ما في أي شيء جديد، هذا الفرق يعني السماعة الجديدة والسماعة القديمة، هذا الفرق اللي بينهم. ومثل ما قلت لكم اللي حابب يشتري السماعة، هذا الحساب في الانستغرام يبيع السماعات ثلاث انواع، جديدة بالوايرلس تشارجنج وبرضه جديدة بالكيبل بدون وايرلس تشارجنج والكيس. لكن اللي حابب برضه يكتب عليهم من الامام مثل ما هو موجود عندي مكتوب عليه اسمي هنا، او يكتب اي شيء يبي، لازم يشتري الكيس الوايرلس تشارجنج الجديدة بالوايرلس تشارجنج او بالكيبل الجديدة. لكن نسخة بس الكيس بدون سماعات ما يجي معاها كتابة. هذه الخيارات والأشياء كلها. نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.